السلام عليكم. ان شاء الله النهارده المفترض بنبدا نستكمل في انزيمات الهضم. الانزيمين اللي احنا ان شاء الله النهارده هنشرحهم هو انزيم التريبسين وانزيم لايبيز. اتنين من الانزيمات بيشتغلوا في القناه الهضميه، وبالتحديد بيشتغلوا في الامعاء الدقيقه. هنعرف ان شاء الله النهارده هما الاتنين بيشتغلوا ازاي، الوظائف بتاعتهم، وهما بيشتغلوا على اي ماده من المواد اللي احنا بنبدا نستخدمها في الاكل، سواء كانت طبعا هنعرف ان هما الاتنين دول بيستهدفوا البروتينات وبيستهدفوا الدهون او اللي هي اسمها الليبيدات. لو بدانا نشوف النهارده ان شاء الله المحتوى بتاع المعمل بتاعنا هيكون عباره عن ايه بالظبط. اول حاجه خالص هنبدا ناخد تمهيد عن انزيم التريبسين، بعد كده ان شاء الله هنبدا ناخد اختبار فعل انزيم التريبسين، يعني هنشوف الانزيم بيشتغل ازاي، بيشتغل فاصل حميد ولا قاعدي، بيشتغل على اي ماده من المواد. بعدها على طول ان شاء الله هنبدا ناخد انزيم لايبيز برضه نفس النظام، نعرفه بيشتغل فاصل حميد ولا قاعدي، وبيشتغل على مثلا البروتينات ولا الليبيدات اللي هي الدهون، هنعرف ان هو بيشتغل على الدهون. وبعد كده ان شاء الله تكون التجارب العملي اللي هي بتكون ضمنيا واحنا شغالين في كل تجربه من التجارب دي. يبقى احنا النهارده كل الفكره اللي احنا بنستهدفها ان احنا هناخد تمهيد عن انزيم التريبسين، هو يعني مين هو انزيم التريبسين، بيشتغل في اي مكان، وايه الوظيفه بتاعته في القناه الهضميه او في عمليه الهضم. بعدها على طول ان شاء الله بعد ما ناخد التمهيد هناخد الانزيم ده بيشتغل ازاي، ونعرف الوصف بتاعه وايه التجربه اللي احنا هنشتغلها عليه. بعد كده طبعا اختبار فعل انزيم اللايبيز، يعني نشوف انزيم اللايبيز بيشتغل على الدهون ازاي، والوسط اللي هو بيشتغل فيه، والتجربه بتاعتها طبعا بتكون ضمنيه بعد الشرح على طول. لو بدانا نشوف مين هو انزيم التريبسين، انزيم التريبسين طبعا لو بدانا نشوفه فهو واحد من الانزيمات الهضميه، والانزيم ده بيطلع من اي مكان، بيطلع من البنكرياس. يبقى الانزيم ده بيطلع من اي مكان، بيطلع مع عصاره البنكرياس ويبدا يروح للامعاء الدقيقه. كويس خالص، يبقى الانزيم كده احنا متفقين ان رقم واحد بيطلع من البنكرياس فيما يعرف باسم العصاره البنكرياسيه، بيروح للامعاء الدقيقه على اساس انه يبدا يدي التاثير بتاعه ويعمل عمليه الهضم. طب هو بيشتغل على ايه بالظبط؟ لسه قايلين من شويه ان هو بيشتغل على البروتينات. يبقى انزيم التريبسين بيشتغل على البروتينات، بنقول ان هو طبعا عندنا ده اللي هو الجزء ده كده اللي بيمثل البنكرياس، هو كل فكرته بيبدا يطلع في القناه البنكرياسيه اللي هي دي لو حضراتكم لاحظتوا، فهي بتفتح في اي مكان، بتفتح في جزء الامعاء الدقيقه اللي هو الجزء ده كده، فبنلاقي طبعا العصاره البنكرياسيه بتبدا تنزل هنا. من ضمن المكونات بتاعتها هو انزيم التريبسين اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، بيروح للامعاء الدقيقه عشان يعمل عمليه الهضم. طب هيهضم مين من المواد؟ متفقين ان هو يبدا يهضم البروتينات في اي مكان بالظبط في القناه الهضميه، في الامعاء الدقيقه. في الامعاء الدقيقه وسط حامض ولا وسط قاعدي، اللي هو الوسط القلوي ده، لان هي وسط قاعدي او وسط قلوي بسبب وجود بيكربونات الصوديوم. بنقول برضو نفس النظام ان انزيم التريبسين بيفرز في صوره غير نشطه، بيفرز في صوره غير نشطه، يعني يعتبر كده زي انزيم البيبسين بالظبط. هو البيبسين برضو نفس النظام كان بيطلع في صوره غير نشطه، اللي هي كانت بتعرف باسم البيبسينوجين ويتنشط بال HCl ويكون اسمه البيبسين. هنا برضو نفس النظام، انزيم التريبسين هو بيفرز في صوره غير نشطه وبتكون اسمها التريبسينوجين، بيكون اسمها التريبسينوجين، بيتم التنشيط بتاعه، ولكن المره دي مش بيتم التنشيط بحمض، ده بيتم التنشيط بواسطه انزيم تاني. الانزيم التاني اسمه انزيم الانتيروكاينيز. يبقى احنا عندنا دلوقتي انزيم التريبسين بيفرز في صوره غير نشطه، طب اسمها ايه الصوره دي؟ اسمها التريبسينوجين. بيتم تنشيطه بواسطه حمض ولا انزيم؟ لا، بواسطه انزيم. الانزيم اسمه انزيم ايه بالظبط؟ اسمه انزيم الانتيروكاينيز. وبيتم تنشيطه لحاجه اسمها انزيم التريبسين اللي احنا اصلا موضوعنا بنتكلم عليه النهارده. يبقى كده دلوقتي لو بدانا ناخد بالنا في حته كده، ملاحظه صغيره خالص خالص ناخد بالنا فيها، هل كده كل الانزيمات وظيفتها هضم؟ يعني هل كل الانزيمات في الجسم كله وظيفتها وظيفه الهضم؟ لا طبعا، في انزيمات هاضمه، ولاحظنا دلوقتي ان انزيم الانتيروكاينيز اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي اللي هو محور اساسي معانا النهارده، بنقول ان انزيم الانتيروكاينيز ده انزيم تنشيطي بس، هو كل وظيفته وظيفه تنشيطيه. يبقى خلي بالنا انزيم الانتيروكاينيز هو مش بيشارك في عمليه الهضم بشكل مباشر، احنا ممكن نقول ان هو بيشارك ولكن بشكل غير مباشر، لكن الوظيفه الاساسيه بتاعته هي وظيفه تنشيطيه. الموضوع ده كله او احنا قلنا دلوقتي بنتكلم عن ايه بالظبط؟ بنتكلم عن انزيم التريبسين. مين هو التريبسين؟ هو انزيم من الانزيمات الهضميه، بيطلع من اي مكان، من البنكرياس، ويعدي مع العصاره البنكرياسيه ويروح للامعاء الدقيقه. هو بيهضم اي ماده من المواد؟ بيهضم البروتينات. طب بيهضمها في اي مكان، في المعده ولا في الامعاء؟ لا، في الامعاء الدقيقه ولا الغليظه؟ لا، في الامعاء الدقيقه، ان هي اصلا اللي بيحصل فيها الهضم، الامعاء الغليظه مش بيحصل فيها هضم خالص.
بنقول الوسط حميدي ولا وسط قاعدي؟ لا طبعا الوسط ده قلوي او قاعدي. يمكن احنا نبهنا على ده واحنا بنشرح في اول معمل لما كنا بنقول ان الانزيمات بتتاثر بدرجه البي اتش، ففي منها اللي بيشتغل في وسط حميدي وفي منها اللي بيشتغل في وسط قاعدي. الانزيم ده طبعا بيطلع في صوره غير نشطه، والصوره دي اسمها التريبسينوجين، بيتم تنشيطه بواسطه انزيم الانتيروكاينيز، ويطلع لنا في الاخر خالص الصوره النشطه منه اللي هو اسمه ايه بقى، اللي هو اسمه التريبسين. معلومة صغيرة كده ناخد بالنا منها، هي ليه انزيمات هضم البروتينات بتطلع في صورة غير ناشطة؟ يعني ليه مثلا انزيم البيبسينوجين وانزيم التريبسين، او سوري انزيم البيبسين وانزيم التريبسين اللي هو بتاعنا اللي هو بنتكلم عنه النهارده، وانزيم البيبسين اللي كان في المرة اللي فاتت، هما ليه اصلا بيطلعوا في صورة غير ناشطة؟ لان البروتينات بتدخل في جزء اساسي من تركيب القناة الهضمية او من تركيب الخلايا بشكل عام. يعني احنا مثلا هنلاقي في تركيب الخلايا الموجوده في الجسم بتاعنا كميه من البروتينات بتشارك فيها، وبالتحديد برضو في المعده وفي الامعاء الدقيقه. فلو طلع انزيم التريبسين او طلع انزيم البيبسين في صوره نشطه، هيبدا يهضم البروتينات المكونه لجدار الخلايا، وده يسبب حاجه اسمها القرحه. طبعا سواء قرحه في المعده او قرحه في الامعاء. يعني ايه كلمه قرحه؟ ببساطه خالص ان احنا نبدا نلاقي تاكل في الخلايا كده، يعني الانزيم يطلع يهضم المعده نفسها، او الانزيم التريبسين ده يطلع في الامعاء ويبدا يهضم الامعاء نفسها. يبقى كده الانزيمات دي بتفرز في صوره غير نشطه على اساس ان هي ما تعملش او ما يعني حتى لا تسبب تاكل، انما ما تسببش تاكل او قرحه في المعده بالنسبه للبيبسين، وما تسببش قرحه في الامعاء الدقيقه بالنسبه لانزيم التريبسين. يبقى دي بس الفكره اللي ناخد بالنا منها. لو بدانا نشوف التجربه نفسها والمبدا بتاعها بيشتغل ازاي، المبدأ بتاع التجربة بيقول إن إحنا عندنا أول حاجة خالص إنزيم التريبسين بيفرز في صورة غير نشطة زي ما إحنا قلنا. اسمها إيه الصورة غير نشطة؟ اسمها التريبسينوجين. بيتم تنشيطه طبعًا في الأمعاء الدقيقة بواسطة مين؟ بواسطة إنزيم الإنتيروكاينيز، من خلال المعادلة الصغيرة اللي قدامنا، التريبسينوجين اللي هو ده أهو اللي هو الغير نشط، بنحط عليه إنزيم الإنتيروكاينيز طبعًا في الوسط، الوسط بيكون وسط قاعدي، بيبدأ يطلع لنا التريبسين اللي هو في الصورة النشطة. انزيم التريبسين ده بيهضم مين؟ بيهضم البروتينات في اي مكان في الامعاء الدقيقه، وسط حميد ولا قاعدي؟ لا وسط قاعدي اللي هو بيعرف باسم الوسط القلوي. وبالتالي بنبدا نجيب البروتين ونضيف عليه الميه، عشان دي عمليه تحلل مائي. تحلل مائي يعني فيما معناه بتحصل عمليه الهضم في وجود الميه على اساس يحصل تحلل. بمساعده الانزيمات، والانزيم بتاعنا النهارده هو انزيم التريبسين. طبعا بنقول انه في وسط حميد ولا قاعدي؟ لا في وسط قاعدي، بسبب وجود بيكربونات الصوديوم اللي بتدي للامعاء وتدي للاجزاء بتاع القناه الهضميه كلها ما عدا المعده. ما عدا المعده، المعده طبعا بتكون وسط حامض، انما الامعاء اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي بتكون وسط قاعدي. وللتبسيط، القناه الهضميه كلها اللي هي بتبدا من اول فتحه الفم، وبعد كده البلعوم، وبعد كده المريء والمعده والامعاء الدقيقه والغليظه، كل اجزاء القناه الهضميه بتكون وسط قاعدي اللي هو وسط قلوي يعني، ما عدا مين؟ ما عدا المعده. ما عدا المعده. فبنقول البروتينات بتبدا لما في وجود الوسط المائي، يعني في وجود ميه والوسط بتاعنا وسط قاعدي، انزيم التريبسين بيبدا يشتغل على البروتينات ويبدا يكسرها الى عديدات البيبتايد، يكسرها الى عديدات البيبتايد. المبدا ده بالظبط هو نفس مبدا مين بقى؟ نفس مبدا البيبسين، نفس مبدا انزيم البيبسين اللي احنا المفترض اتكلمنا عنه في المره اللي فاتت، هو زيه بالظبط، ولكن هنا بيختلف ان احنا عندنا اسم الانزيم مختلف، اللي هو المفترض هنا اللي هو التريبسين. بيتم تنشيطه برضه هنا مختلف، برضه في مكان التنشيط هنا بيتم التنشيط في الامعاء، وبرضه انزيم دلوقتي مش حامض، هنا بيتم تنشيطه بواسطه انزيم الانتروكاينيز. هنلاحظ المشترك ما بين الاثنين، المشترك ما بين التريبسين والبيبسين، ان هما الاثنين بيشتغلوا على البروتينات. ولكن طبعا في اختلافات كتير. الاختلاف الاول ان البيبسين بيشتغل في المعده، انما التريبسين بيشتغل في الامعاء الدقيقه. البيبسين في وسط حامضي، التريبسين في وسط قاعدي. البيبسين بيتم تنشيطه المفترض بواسطه الحمض الاتش سي ال، هنا بيتم التنشيط بواسطه انزيم الانتيروكاينيز. دي كلها مجموعه من الفروقات الموجوده ما بين الاثنين، لكن النواتج بتاعتهم، فاحنا عندنا البيبسين والتريبسين يطلعوا لنا في الاخر عديدات البيبتايد. يبقى كده المشترك ما بين الاثنين ان البيبسين والتريبسين الاثنين بيشتغلوا على البروتينات، نقطه اولى. النقطه الثانيه ان هم الاثنين بعد ما بيهضموا البروتينات بيكسروا لنا الى سلاسل من عديدات البيبتايد. ده كده مبدا التجربه. التجربه الاساسيه نفسها زي ما هو متعارف في كل مره وزي ما بنعمل كتير، المفترض ان الكراسه بتاعتنا متقسمه لثلاث اجزاء: الخطوات، المشاهده، والاستنتاج. في الناحيه دي خطوات في الاول، وبعد كده المشاهده والاستنتاج. هنعمل ايه بالظبط؟
اول حاجه خالص احنا بنقول ان الوسط ده وسط قاعدي، يعني احنا المفترض هنضيف النهارده بيكربونات الصوديوم. بنعمل ايه بالظبط؟ بنبدا نجيب انبوبه الاختبار زي دي كده اهي، بنبدا نحط فيها 2 مللي من انزيم التريبسين، يبقى كده انبوبه اختبار، بنحط فيها 2 مللي من الانزيم بتاعه، ونبدا نضيف نقطتين من الفينول فيسالين، نضيف نقطتين من الفينول فيسالين، يبقى كده انبوبه اختبار فيها 2 مللي من التريبسين وفيها نقطتين من كاشف الفينول فيسالين. كاشف الفينول فيسالين ببساطه خالص لما بيتحط في وسط قاعدي بيدينا اللون اللي هو الاحمر الفاتح اللي هو لون الورد بمعنى اصح. طب الوسط القاعدي هيجي من اي مكان؟ ان احنا نضيف بيكربونات الصوديوم. يبقى احنا كده التجربه بتاعتنا هتمشي على خطوتين. الخطوه الاولى فيها انبوبه اختبار وبنبدا نحط فيها 2 مللي من التريبسين ونقطتين من الفينول فيسالين، ونبدا نحط مجموعه من القطرات من بيكربونات الصوديوم كده لحد ما يطلع معانا اللون ده كده، اللي هو اللون بتاعنا هيكون احمر فاتح اللي هو لون الورد. هو ايه الهدف من الخطوه الاولى دي؟ الهدف منها ان احنا نحسب عدد قطرات بيكربونات الصوديوم اللي احنا ضفناه. ان لما احنا حطينا 2 مللي من الانزيم وحطينا نقطتين من الفينول فيسالين، بنعد بقى كم نقطه من بيكربونات الصوديوم اللي هتخلي المحلول بتاعنا ده يتحول من الشكل اللي هو قد يكون عديم اللون او اللي هو مثلا بلون الانزيم نفسه اللي هو اللون البرتقاني، ويبدا اللون ده يروح لناحيه مين بقى؟ للون الاحمر الفاتح او الورد. الخطوه الاولى كل الهدف منها ان احنا بنحسب عدد القطرات بتاع بيكربونات الصوديوم على اساس نضيفها في الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هي بسيطه خالص وهي شبه انزيم البيبسين بالظبط اللي هو البيبسين اللي اتاخد في المره اللي فاتت. اول حاجه خالص انبوبه اختبار. هنحط فيها كريستالات الفايبرين من 2 ل 3 كريستالات ويكون حجمهم صغير او متوسط شويه كده. والكريستالات الفايبرين دي تعتبر هي مصدر البروتين. كويس خالص، هنبدا نضيف 2 مللي من انزيم التريبسين المره دي، ونبدا نضيف بيكربونات الصوديوم. بنضيف بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم بقى بنضيفها براحتنا كده زي ما احنا عايزين ولا ايه بالظبط؟ لا، عدد النقط اللي احنا حسبناها فوق هي اللي هتضاف تحت، عدد النقط اللي اتحطت فوق هي اللي هنضيفها تحت هنا. ايه الفكره في كده؟ الفكره ان احنا كنا عايزين وسط قاعدي، صح كده برضو؟ ان احنا عايزين عمليه الهضم دي تتم في وسط قاعدي، ووسط قاعدي يكون ملائم لعمل الانزيم. احنا في الخطوه الاولى بدانا نحط 2 مللي من الانزيم ونحط نقطتين من الفينول فيسالين على اساس بس نشوف الوسط هيكون قاعدي عند اي نقطه، لان احنا زي ما قلنا الفينول فيسالين في الوسط القاعدي لونه بيتغير زي كده، فهي بس كانت زي خطوه استرشاديه كده ان في الوسط القاعدي لون الفينول فيسالين بيتغير، فاحنا بنحسب بيكربونات الصوديوم على اساس نحطها تكون مظبوطه هنا في الناحيه الثانيه بدون افراط او تفريط. يعني مثلا على اساس ان احنا ما نضيفش منه كميه كبيره خالص فممكن ان هي توقف عمل الانزيم، او ان هي تكون كميه قليله فبرضه نلاقي النشاط بتاعه بيقل. زي ما احنا قلنا في المره اللي فاتت ان كل انزيم من الانزيمات ليه بي اتش خاصه بيه، وطبعا في بي اتش اسمها البي اتش المثلى اللي هي احسن حاجه بيشتغل عندها الانزيم. زي ما بنقول كريستالات فايبرين من 2 ل 3، 2 مللي انزيم تريبسين، بيكربونات صوديوم الحجم اللي احنا حسبناه فوق، بنحطه في حمام مائي لمده نص ساعه عند درجه حراره 40 درجه سيليزيوس او 40 درجه مئويه. المشاهده اللي بعد كده، اول حاجه خالص لون المحلول اللي هو ده كده هيتغير اللون بتاعه من اللون اللي هو العادي اللي هو مثلا كان بلون الكواشف والحاجات دي كلها او بلون الانزيم، هنلاقيه بقى بيبدا يتغير للون الاحمر كده. وكريستالات الفايبرين بدل ما كانت مثلا حجمها صغير هتبدا تنتفخ، وبدل ما كان لونها داكن هيبقى لونها فاتح. طيب كويس خالص، اللون الداكن ده عشان يتحول للون الفاتح بالشكل ده كده فاكيد في شويه منه راحوا للمحلول، عشان كده بنقول ان لون المحلول هيتغير ويكون لونه احمر. وكريستالات الفايبرين هيبدا اللون برضو بتاعها اللي هو اللون الاحمر ده يبدا يخف، ان لونها اللون هيبدا يخف خالص ويكون احمر فاتح ويزداد في الحجم. يبقى كده احنا عندنا المشاهده هتكون على 3 مستويات. المستوى الاول فيها هو مستوى المحلول، فلون المحلول هيبدا ياخد لون احمر خفيف كده، ده رقم واحد. الاثنين التانيين بالنسبه للكريستالات، كريستالات الفايبرين لونها ده المواد كان هيكون لون خفيف اللي هو لون احمر فاتح، الحجم بما هو صغير هيكون كبير هتزداد في الحجم بمعنى اصح. الاستنتاج العام للموضوع ده، نستنتج من هنا طبعا ان احنا عندنا انزيم التريبسين موجود في، فكده ده معناه ان طبعا انزيم التريبسين موجود عندنا وبدا يهضم طبعا من كريستالات الفايبرين، على اساس ان هي لما بدات تزيد كده في الحجم فده بيدل على عمليه الهضم ليها، وان هي طبعا بدا اللون بتاعها يكون لون احمر فاتح. ده طبعا دي الخطوه او المشاهده اللي احنا ممكن نشوفها. زي ما قلنا كده الالوان هتختلف وحجم الكريستالات هيزيد
يبقى نستنتج من كده ان انزيم التريبسين موجود وان هضم الكريستالات بتاع الفايبرين. طبعا لو الكريستالات فضلت زي ما هي لونها ما اتغيرش، يعني فضلت بنفس حجمها كده في الاول زي في النهايه ما اتغيرتش بمعنى اصح، ولون المحلول زي ما هو ثابت، فده معناه ان الانزيم مش فعال، يعني كده يعني عدم هضم كريستالات الفايبرين، وان الانزيم كده طبعا مش موجود. مش موجود يعني قد يكون ان احنا ضفنا الانزيم، ولكن مثلا ايه بسبب مجموعه من العوامل، ان احنا مثلا رفعنا درجه الحراره عن درجه الحراره مثلا 40، فالانزيم بيبدا يتحطم زي ما احنا قلنا قبل كده. نفس النظام ان احنا ما نكونش حطينا كميه كافيه من بيكربونات الصوديوم، او ان احنا مثلا رحنا بالغلط ضفنا اي حاجه تانيه زي مثلا ضفنا حمض كده. وهنا برضو نفس النظام، لو جاب لي مثلا وكان في سؤال كده وبيقول لي ايه ان في تجربه مثلا انزيم التريبسين كريستالات الفايبرين فضلت ثابته بنفس حجمها ونفس الوانها، ده نتيجه لاضافه ماده كيميائيه معينه، يجي يقول لي مثلا بسبب اضافه بيكربونات الصوديوم، ولا بسبب مثلا اضافه حمض ال HCl، او يقول لي مثلا بسبب البي اتش المناسب. طبعا ساعتها انا لو بصيت هقول ان البي اتش المناسبه ده بيشتغل فيها كويس، فالمفترض انه تحصل عمليه الهضم. بيكربونات الصوديوم فالمفترض برضه هتحصل عمليه الهضم، لان هو محتاج كده محتاج بيكربونات الصوديوم. انما هنا الماده اللي تم اضافتها بالخطا هي ماده حمض ال HCl. يبقى لما يقول يجي مثلا في سؤال يقول لي في تجربه مثلا لهضم البروتينات تم مثلا تفعيل انزيم التريبسين، او تجربه لاختبار انزيم التريبسين، وراح امين المعمل مثلا بدا يستخدم مواد، مجموعه من المواد بدا يجيب كريستالات فايبرين، بدا يجيب محلول مثلا من بيكربونات الصوديوم، بدا يجيب عندنا انبوبه اختبار، بدا يجيب حمام مائي، وبدا يجيب حمض ال HCl. اي من المواد التاليه اللي هي مش مناسبه للتجربه بتاعتنا دي او ما تنفعش معاها، من الواضح جدا ان هو حمض ال HCl. يجي في مره تانيه يقول لي مثلا من امين المعمل وبيحضر برضه نفس النظام، فبيقول لي خلى درجه الحراره مثلا عند 65، وبدا يجيب بيكربونات الصوديوم وانزيم التريبسين. ايه اللي مش مناسب هنا؟ ارتفاع درجه الحراره طبعا عن الطبيعي، دي بتسبب مشكله كبيره. فالاسئله هنا اقصد ان الاسئله طبعا متنوعه وتعتمد على مدى الفهم والاستيعاب لاجزاء التجربه كلها. دي كده كانت التجربه الاولى اللي هي الخاصه بانزيم التريبسين. التجربه اللي بعدها ومحتاجه بس شويه تركيز منكم، اللي هي اختبار فعل انزيم اللايبيز. مبدا التجربه نفسه، مبدا التجربه طبعا ان احنا عندنا انزيم اللايبيز برضو نفس النظام بيطلع من البنكرياس، بيهضم ايه في المواد؟ بيهضم الدهون. يبقى احنا كده نثبت المبادئ بتاعتنا، انزيم اللايبيز بيطلع من البنكرياس مع العصاره البنكرياسيه، بيبدا يهضم الدهون وبيهضمها في الامعاء الدقيقه. كده طبعا مش محتاجين ان احنا نقول ان وسط حامضي ولا وسط قاعدي، من الواضح ان هو وسط قاعدي بسبب وجود بيكربونات الصوديوم. يبقى كده انزيم اللايبيز بيطلع من البنكرياس ضمن العصاره البنكرياسيه، بيهضم الدهون، بيهضمها في اي مكان في الامعاء الدقيقه. طبعا الوسط وسط قاعدي بسبب وجود بيكربونات الصوديوم. انزيم اللايبيز بيبدا يمسك الدهون ويكسرها، بيخليها تتحول الى احماض دهنيه وجليسرول، او ممكن نقول احماض دهنيه وجليسرين، مفيش مشكله، يعني كلمه جليسرول او جليسرين الاثنين ما فيهمش اي مشكله خالص. وبالتالي طبعا بنبدا نلاقي الدهون، وهي طبعا بتكون موجوده في صوره مستحلب دهني في التحلل طبعا مائي، ان يكون مثلا موجود برضه في وسط مائي، ده الوسط المائي بس بالنسبه للمستحلب الدهني. بنقول طبعا عندنا لما بتكون موجود مستحلب دهني في وجود الميه بنبدا نلاقي انزيم اللايبيز بيشتغل في وسط قلوي، ويبدا يحول لنا بقى اللي هي المستحلب الدهني ده يخليه احماض دهنيه وجليسرول. ايه معنى كلمه مستحلب دهني ده؟ المستحلب الدهني ان احنا مثلا نبدا نجيب الزيت كده، نتخيل ان احنا جبنا نقطه زيت وبدانا نحطها في ميه مثلا كده، ونبدا نرج كل الحاجات دي، هنلاقي الميه بدات بدل ما شكلها العادي اللي هو الميه اللي هي عديمه اللون هتاخد شكل كده يكون شفاف زي لون مثلا من اللبن كده، بس زي لون اللبن بس يكون خفيف اللون بتاعها. يبقى كده دلوقتي التجربه الثانيه انزيم اللايبيز، طبعا بنقول ان بيطلع فيها انزيم اللايبيز من البنكرياس بيهضم الدهون في الامعاء الدقيقه، الوسط هو وسط قاعدي او وسط قلوي لوجود بيكربونات صوديوم. بنقول عندنا بعد كده ان انزيم اللايبيز بيبدا يهضم الدهون ويبدا يكسرها لنا ويخليها جليسرول ويخليها احماض دهنيه. يعني ايه كلمه مستحلب دهني؟ زي ما قلنا كده ان انت تلاقي الدهون تتكسر وتبدا مثلا كاننا حطينا نقطه زيت في ميه ونبدا نرجها، فبتبدا تاخد اللون اللي هو ايه ابيض كده زي لون اللبن الخفيف، كاننا ضفنا على اللبن ميه يعني. وليه بالتحديد كلمه مستحلب دهني هنا؟ لان المفترض الدهون بتطلع عليها العصاره الصفراويه من الكبد وتبدا تخلي لنا الدهون تتحول لمستحلب دهني. يعني الدهون في الصوره اللي هي الطبيعيه بتاعتها كده في شكل الجزيئات اللي هي جزيئات الدهون، لما بتطلع عليها العصاره الصفراويه من الكبد بتخليها مستحلب دهني.
يعني كأنها كده بتعملها من زي المية، مقولنا كده بتدوب الدهون في المية يعني، كأنها زي كده على أساس يطلع في صورة مستحلب دهني. التجربة طبعا تجربة كويسة جدا وممتازة، ولكن محتاجة شوية تركيز زي ما بقول، إنه التجربة كلامها كتير ولكن هي سهلة. ناخدها بالأشكال التوضيحية وبعد كده نيجي للجزئية الأولى. في البداية خالص هنبدأ نجيب أنبوبة اختبار زي كده أهي. أنبوبة الاختبار إحنا المفترض دلوقتي عايزين دهون، صح كده؟ فمين اللي هيعبر عن الدهون دلوقتي؟ نقطة كده من زيت الزيتون، نبدأ نحطها هنا في الأنبوبة. إحنا دلوقتي هنبدأ ناخد نقطة من مين؟ من زيت الزيتون. بنبدأ نحطها في الأنبوبة دي، والأنبوبة دي طبعا بتكون جافة جدا، يعني الأنبوبة دي المفترض ما يكونش فيها أي نقطة مية خالص. يبقى كده الأنبوبة بنجيب أنبوبة جافة ونبدأ نحط فيها نقطة من زيت الزيتون. بعد الخطوة دي على طول طبعا بعد ما بنضيف نقطة من زيت الزيتون بنبدأ نضيف 4 مللي من الكحول من الإيثانول يعني. يبقى احنا تاني حاجة بعد ما نضيف نقطة زيت بنحط عليها 4 مللي من الكحول ونبدأ نرج ده كويس. ونبدأ نرج الجزء ده كويس جدا لحد ما نلاقي ان احنا عندنا الزيت بدأ يروح في الكحول. بعد كده طبعا بنبدأ نضيف 4 مللي برضه من الميه المعطر. يبقى احنا كده بنبدأ نضيف نقطة من زيت الزيتون، بعد كده 4 مللي من الكحول، بنبدأ نرج كويس لحد ما يدوب الزيت في الكحول. بعد كده بنضيف 4 مللي من الميه. في الوقت ده كده هيبدأ يظهر معانا يعني شكل المستحلب الدهني. بعد كده بنبدا نحط 6 نقط من كاشف الفينول في سليم ونضيف عليه بيكربونات الصوديوم. لحد امتى بيكربونات الصوديوم؟ زي التجربه اللي فاتت، لحد ما يظهر معانا اللون الوردي اللي هو اللون اللي ظاهر قدامنا ده كده. يبقى احنا دلوقتي اول حاجه انبوبه اختبار، نقطه من زيت زيتون، 4 مللي من الكحول الايثيلي اللي هو الايثانول، هنضيف نرج دول كويس لحد ما يمتزجوا مع بعض ونلاقي ان احنا عندنا مين؟ نقطه الزيت بدات تدوب. بعد كده نضيف عليها 4 مللي من الميه المقطره ونضيف 6 نقط من كاشف الفينول في سليم. بعد كده بنضيف بقى نقطة بنقطة من مين؟ من كربونات الصوديوم، أو من بيكربونات الصوديوم مفيش مشكلة، ولكن هنا بالتحديد هناخد كربونات الصوديوم اللي هي موجودة في المعمل ونبدأ نضيفها على الأنبوبة دي ونرجهم كويس. هنلاقي طبعا إن إحنا عندنا كل ما بنضيف نقطة من بيكربونات الصوديوم أو من كربونات الصوديوم اللي قدامنا، هنلاقي طبعا اللون بيظهر معانا مين؟ باللون الوردي اللي هو الشكل اللي قدامنا ده كده. إن إحنا زي ما قلنا الفينول في سليم في الوسط القاعدي بيدينا اللون الوردي اللي ظاهر قدامنا ده. بعد كده هناخد الانبوبه دي ونقسمها على انبوبتين وهنرقمهم بقى الف واحد والف اثنين. يبقى كده الانبوبه الاولى دي هناخدها كده ونقسم المحتويات بتاعتها على انبوبتين. مين هم الانبوبتين دول؟ الاولى هتبقى اسمها الف واحد والثانيه الف اثنين. يبقى كده الخطوه دي احنا بنقسم فيها المحتويات بتاع مين؟ بتاع الانبوبه الاولى على انبوبتين اللي هم المفترض الف واحد والف اثنين. الخطوة اللي بعد كده على طول بنبدأ بقى نسيب ألف واحد وألف اتنين دول أهو، خليهم مركونين على جنب كده. نعمل إيه تاني؟ نبدأ نجيب أنبوبتين اختبار جداد برضه بعيد عن الأولانيين أهو، أنبوبتين تاني جداد خالص. وبنعمل إيه فيهم؟ بنبدأ نحط المحتويات اللي هقول عليها دلوقتي. بنحط أول حاجة خالص 2 مللي من إنزيم اللايبيز في الأنبوبتين، ولكن مع اختلاف إن إحنا عندنا إنزيم اللايبيز في الحالة رقم ب هيكون مغلي، وانزيم اللايبيز في الحاله الاولى هيكون انزيم لايبيز عادي خالص. يبقى احنا دلوقتي هنبدا نقارن ما بين انزيم اللايبيز اللي هو العادي وانزيم اللايبيز المغلي. طبعا من المعروف ان انزيم اللايبيز المغلي كده هيتكسر، طالما اتغلى يبقى ده معناه ان هو هيتكسر، يبقى اذا الانزيم مش فعال، يعني الانزيم مش هيشتغل ومش هيدي التاثير بتاعه. يبقى دلوقتي هنحط في الانبوبتين 2 مللي من انزيم اللايبيز في الانبوبه الاولى و2 مللي في الناحيه الثانيه، ولكن في الناحيه الثانيه اللي هي رقم 2 فانزيم اللايبيز مغلي، ده معناه ان هو مش هيشتغل. بعد كده بنبدا نضيف 4 نقط من كشف الفينول في سليم في الانبوبتين، وبعد كده بنبدا نضيف كربونات الصوديوم لحد ما يظهر اللون الوردي اللي قدام. يبقى كده ببساطه خالص 2 مللي من انزيم اللايبيز الاول مش مغلي والثاني مغلي، 4 نقط من كشف الفينول في سليم في الانبوبتين، ونبدا نضيف كربونات صوديوم نقطه بنقطه لحد ما يظهر معانا اللون الوردي. كده دلوقتي اتضح عندنا ان احنا سايبين اصلا فوق الف واحد والف اثنين اللي هم فيهم المحتويات دي كلها، وهي طبعا مقسومه على نصين. في الحاله الثانيه ناخد بالنا برضو كويس ان هنا دلوقتي ماده التفاعل موجوده هنا، ماده التفاعل موجوده هنا اللي هي نقطه الزيت. مش احنا بنقول ان الانزيم اللايبيز بيشتغل على الدهون، والدهون دي هي ماده التفاعل اللي هو المستحلب الدهني الموجود في الانبوبتين دول، ومتظبط له البي اتش بتاعته اللي هو الوسط القاعدي، والكلام ده كله مظبوط في الانبوبتين اللي هم الاوليين دول. احنا بقى دلوقتي هنعمل ايه بالظبط؟ هنبدا ناخد A1 و A2 اللي هي ألف واحد وألف اتنين ونضيفهم على اللي تحت. ألف واحد هتضاف على B1
والف 2 هتضاف على باء 2، يبقى احنا كده كل الفكره هنا من عمليه اضافه. الف 1 هتضاف على باء 1 والف 2 هتضاف على باء 2، ونبدا نشوف التاثير ايه اللي هيحصل معانا بالظبط. احنا متفقين ان احنا عندنا الاول ده اللي هو في الالف ده الانزيم شغال كويس خالص، ده معناه لو جت الدهون هيبدا يكسرها. طب الانزيم الثاني هو مغلي، فبالتالي لو ضافت عليه الدهون من الف 2 مش هيحصل لها اي حاجه خالص ومش هتتهضم. ليه؟ لان الانزيم اصلا متكسر متحطم يعني بمعنى اصح. وبالتالي طبعا هنبدا نضيف الف 1 على باء 1 ونسميهم جيم 1، والف 2 على باء 2 ونسميهم جيم 2، ونبدا نحط المحتويات دي في حمام مائي لمده نص ساعه طبعا عند درجه حراره 40 درجه. في الحاله دي هنبدا نشوف ايه بالظبط النتائج اللي هتطلع معانا. بعد ما بنضيف الف 1 على باء 1، المفترض ان لون المحلول بدل ما هو كان لون وردي زي كده بيبدا اللون بتاعه بيختلف، ممكن نلاقيه يظهر قدامنا باللون البرتقاني او اللون الاصفر زي كده، يظهر معانا طبعا ده لون برتقاني يعني، هو بيظهر طبعا باللون الاصفر شويه فاتح عندها يعني، بيظهر بلون من الاصفر. طب لو مش هيظهر لون اصفر زي كده يعني لو مش هيوضح اللون الاصفر زي كده، فهتلاقي ان انت اللون الوردي اللي هو اللون اللي هنا ده بقى خفيف، يعني اللون بقى لونه فاتح خالص خالص عن الانبوبه الثانيه. واحنا فعلا ساعتها في المعمل بنقارن ما بين الانبوبتين، يعني احنا في المعمل بنبدا بقى ناخد النتيجه اللي هي في الانبوبتين دول ونقارن ما بينهم. واحده فيهم من الواضح ان بيكون لونها غامق والثانيه لونها بيكون فاتح، يعني ممكن نلاقي لون اصفر زي كده، وممكن نلاقي ان اللون الوردي ده بس خفيف جدا جدا، اللون بقى فاتح او خفيف يعني. يبقى احنا كده عندنا في الانبوبه الاولى اللي هي المفترض جيم 1 اللون هيتغير من اللون الوردي ويبدا يروح للون الاصفر، او اللون هيكون طبعا لونه فاتح عن مين؟ عن الانبوبه رقم 2. ده معناه انه طالما اللون اتغير كده فمعناه ان الانزيم اشتغل، يعني الانزيم اللايبيز اشتغل وبدا فعلا يهضم الزيت، نقطه الزيت اللي هي كانت موجوده في صوره مستحلب من شويه كده في الانبوبه جيم 1. يبقى اللون لما بيتغير من اللون الوردي بيتحول للون وردي فاتح، فده معناه ان الانزيم فعلا اشتغل كويس وانه بدا يهضم مين؟ الزيت. طبعا الحاله الثانيه اللي هو الانزيم اصلا فيها متكسر، فهنلاقي ان الانبوبه بتفضل زي ما هي، لونها بيفضل زي ما هو ثابت من بدايه ما نحطها في الحمام المائي لحد ما تخرج منه مره ثانيه. ده كده بيعبر لنا عن عدم نشاط الانزيم، بسبب طبعا ان الانزيم اتغلى، فالغلي ده بيسبب تكسير او تحطيم في الانزيم. يبقى كده عدم نشاط الانزيم في الانبوبه اللي هي جيم 2 بسبب طبعا ان الانزيم اتغلى وتم تحطيم النشاط الخاص بيه. طبعا دي اللي هي الخطوات كلها بقى، بس في شكل مين؟ في شكل كلام كده تحت بعضه يعني. انا بفضل اكتر طبعا ان احنا نتعامل بيه، ان احنا لو هنقرا الكلام ده، ولكن طبعا اكتر نتعامل بالمبدا اللي هو بتاع انابيب الاختبار، لان ده طبعا بيكون اسهل. بعد كده بيكون انتهى المعمل الخاص بينا، بتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعلى ما نتقابل ان شاء الله في معامل جاي.